هناخدها كلها. يا ريت مش هناخدها كلها علشان ايه؟ ما نوسعش الامور، لكن ممكن هاخد منهم شويه يبقى هم دول العمل. او اكتب نقطه كده فيها. الاناتومي يا دكتور ولا الباثولوجي؟ ده وده. اول واحده على الكلام واضح يا جماعه؟ ده النورمال بول، يعني دي البول. لو احنا خدوا بالكم دي تحطيها الاول، ايه دول؟ تبيول فيبر. تعالوا نشوف شكل البول والتقسيمه بتاعتها ل اي واحد فينا. اي اول جزء منها اللي فوق اسمه ايبيفيزس. فاهمين ازاي؟ الايبيفيزس تحتيها الايبيفيزس دي تحتيه كارتيلاجينوس بارت. فاهمين ازاي؟ بارت من الغضروف هو ده الزون اللي احنا بنطول منه الحته دي. لذلك كسر في الحته دي ساعات يعوق الايه؟ ان الواحد ايه؟ النمو النمو بتاعه، او يبقى ايه مقصره على الايد او رجله. ده الزون بتاع الكالسيفيكيشن. وبعد الايبيفيسيس في الميتافيسيس، وما بين الاثنين يعني ايبيفيسيس ميتافيسيس ميتافيسيس تحت نفس الكلام ايبيفيسيس ميتافيسيس. واللي بينهم اللونج بون ديت ده اللي هو الايه؟ الدايفيسيس. يعني العظميه كلها اول جزئيه ايبيفيسيس وميتافيسيس، واللي بين الاثنين نفس الكلام تحت اللي بينهم هو الايه؟ الدايفيسيس اللي هي العظميه نفسها ايه؟ الشاف او بنقول عليها شاف اوف بون تيبيا. العظميه طيب لو احنا خدنا سيكشن في العظمايه، خدوا بالكم اول جزء من بره ده الكورتكس، ده التخانه بتاعت الايه؟ العظمايه. الكورتكس ده بيبقى حواليه كارتليج، متغطي بكارتليج خفيف اللي هو البي اوتيان، ومن جوه المضله. يبقى الكورتكس من بره ده العظم الرصين. دي الحلقه لو احنا كسرنا حلقه عظمه هتلاقي فيه العظميه نفسها، ده الكورتكس. اما اللي جوه اللي هتلاقيه لونه احمر من جوه اللي هو بيكون كرات الدم الايه؟ الحمراء. الحمراء والبيضاء وكده، ده الايه؟ المضله. فاهمين يا جماعه؟ دي نتورك، دي عامله زي الايه؟ الشبكه. فاهمين ازاي؟ نتورك شبكه موجوده من الترابيكوليتد او الترابيكولار بون. الترابيكولار اللي هو ايه؟ انتوا عارفين لما تجيبوا حزمه قش مثلا ويبقوا مع بعض عاملين ايه؟ شبكه. هو المضله هي عباره عن ايه؟ الشكل ده. ده الايه؟ اللي جوه. فاهمين يا جماعه؟ يبقى ادي كورتكس ومضله، لكن من فوق وتحت فيه الايبيفيسز والميتافيسز. ده شكل الايه؟ خدوا بالكم ان العظميه ديت الناحيه الشمال دي بتاعت ايه؟ طالما بنتكلم ميتافيسز وايبيفيسز يبقى لازم بتاعت ايه؟ شايل. فاهمين ازاي؟ لازم بتاع الطفل. فاهمين؟ الشكل ده لو حضرتك شفته ما تقولش ان في كسر فوق، لكن لا، ده الجزء الفوقاني ده الايبيفيسز، وتحت تعرف ان انت بتعمل اشعه او قدامك اشعه لطفل صغير. خدوا بالكم بقى الثانيه، ده لما واحد كبر مفيش، العظمايه نهايتها عاديه خالص من غير لا ايبيفيسز ولا ميتافيسز، كله بقى واحد. الشكل بتاع الايه؟ العظمايه. الخارجي اسمه كورتكس، واللي جوه المضله اللي هي ايه؟ الشبكه الموجوده جوه في قلب الايه؟ العظمه.
دكتور الطول بيقف لحد سن كام؟ 18 18 في مين او في مين؟ تعال تقول 18 او 20 لكن في الايدج دوت ده سن كبير. هل فعلا الالعاب دي بتساعد كده؟ نعم بتاعت الشهور زي بالظبط. انت ممكن ممكن تسمع من حد يقول لك فلان ده كان طويل عن كده وقصر في السن الكبير، لان الفون نفسه بيبقى فيه ابزوربشن يبدا يخف ويقرب من بعضه، ففعلا الواحد ممكن يحس ان هو ايه. خلاص يا جماعه ده دي نورمال مود في من تشايلد والادر. نيجي بيبي جرافي، يعني احنا في الاشعه ايه الساينز اوف بون ديزيز، ايه اللي هنلاقيه ممكن يكون موجود في البون من خلال الاشعه. اول حاجه او اول كلمه هنا البون دنسيتي، دي مين اللي هو الليتك لايتك او ايه، فاهمين ازاي ان يبقى البون خفيف، او ان البون دنسيتي ممكن نلاقي سكليروزس، فاهمين ازاي؟ يا اما ريزوربشن او يخف، يا اما ايه زياده في ايه الكثافه بتاعت الايه العظم. ممكن من خلال الاشعه نشوف البيري اوستيا، ده الجزء الكفر العظمايه الكورتكس. ما احنا زي ما قلنا ان في اي عظمايه مغلفه بطبقه من الغضروف اسمه ايه؟ البيري اوستيا، فاهمين ازاي؟ لو في رياكشن للبيري اوستيا، المفروض البيري اوستيا لو انا جبت شادو خفيف جدا جدا بعد الكورتكس خارج الايه؟ الكورتكس. لما تيجي نشوف هنشوف رياكشن من البيري اوستيا ونعرف شكله ايه؟ خلاص. في الكورتكس احيانا بيبقى سكن تخين، فاحنا برضه بالاشعه بنعرف الكورتيكال سكنينج. الحاجه كمان الالتريشن يعني تغير في الترابيكولار باترن في المظله، لو في اختلاف جوه يبان. تغير في شكل الايه؟ العظمايه، لو في اي شكل غريب في العظمايه او الايدج بتاع الايه؟ العظمايه، ده اللي احنا بنايه؟ بنعرفه من خلال الايه؟ الاشعه. انا مش هاخد كل الصور يا جماعه، انما انا يهمني يعني الصوره مثلا اللي الناحيه اليمين، انتوا شايفين الكورتكس سكند كورتكس، مش المفروض شايفين العظمايه ادي السكند الكورتكس، الكورتكس ده السكننج بتاعه الطبيعي في التيبيا والفيبولا الاثنين، لكن هنا في الحته دي السكنس اختلف. دي ده نعم في الماركر، الألم ماركر، في ماركر في ماركر في لايت ده كده الكورتكس اهو، ده الكورتكس العادي الطبيعي الباثولوجي تحت، لكن فوق ده عادي، ده الكورتكس العادي، وده المظله هنا ادي الكورتكس الخط الابيض ده واللي جواه شويه ده الايه؟ المظله. تعالوا نشوف الكورتكس هنا شايفين شكله ايه؟ سبيشالي في النص الفوقاني من العظمايه، مش واخد كل العظمايه، تحت يعتبر كويس
هنا الكورتكس كويس، هنا الكورتكس سكن. ده مرض بيجي، الصوره دي بتاعت مرض بيجي في الاولد ايج، حاجه اسمها باجيت ديزيز. باجيت ديزيز لو تسمعوا عنه بيجي في الاولد ايج، بيغير شكل العضمات. اولا خد بالك العضمات ابتدت تلف، فاهمين ازاي؟ وسهل ان هي تتكسر. ساعات بيجي في كسر على الباجيت، بيبقى فيه كورتيكال سيكنينج كتير في البيري اوستيام برضه. ايه سيكنينج؟ باجيت اهو. خدوا بالكم المضله، يقول لك التريشن اوف ترابيكولار باترن، ده في الايه؟ في المضله. فاهمين ازاي؟ الجزء الايه؟ الوسطاني اللي هو ده سهل. المفروض فاكرين شايفين الشكل الطبيعي يا جماعه بتاع العظمايه اللي فاتت؟ ده ما هوش موجود، ده اهو باجيت موجود في الجزء الاعلى من عظمايه الايه؟ التيبيا. وادي الكورتكس برضه ايه؟ شكله اتغير خالص. الايدج الكبير هيجي هشاشه دلوقتي، هنشوف اشكال للايه؟ للهشاشه. لكن ده واحد من الباثولوجي اللي ممكن يبقى موجود في الايه؟ في العظمات. هنحول ده. ده اسمه ايه؟ بون سكان يا جماعه، مش كده؟ ده بون سكان. خدوا بالكم، خلينا ايه؟ هنا ده بون سكان، ده نورمال بون سكان. فاهمين يا جماعه؟ ده نورمال بون سكان. خد بالك من البلادر، اليورينري بلادر باينه اهي، اللي هي ديت اللي واقف عليها الايه؟ السم. لكن اللي قدامنا ده بتاع شاي، شاي. فاهمين؟ ده بقى بتاع شاي، تاني شاي. الشاي بيجي الابيفيسز يبان في السكان. فاهمين يا جماعه؟ شايفين هنا عند الايه؟ اللون في هاي اوبتيك، هاي اوبتيك تحت اهي موجوده، ده المكان اللي بيكبر منه الابيفيسز. وادي هنا نفس الكلام، وادي الفيمر اللي فوق نفس الكلام. فاهمين؟ فيها نفس الكلام، ادي الابيفيسز. اون ذا جوينت، اون ذا جوينت، اون ذا جوينت هاي اوبتيك بتاعت اللونج بونز. لكن ده نورمال سكان في تشايلد، يعني لما اجيب لك الصوره دي بتاع تشايلد نورمال سكان، ودي نورمال سكان في الكبير. طب ده ايه؟ خدوا بس في العربيه سكوتر سبوتس كده، السوبر سكان دي اللي هي ايه؟ فول اوف فانتاستس مالجنانت ميتاستاسيز في البول. الكلام بتاعك كويس لما يبقى ايه؟ تبقى واحده لا بيبقى فيش دخل برضه، بيبقى فيه دخل. هو البيشن هيستوري في تيومر، وبعدين ده اسمه سوبر سكان. لما بيكون فول اوف متاستس بيسمى سوبر سكان في نيوكلير ميديسن، فول اوف متاستس. دخل ملعبي. ايوه دي. طيب فاكرين احنا كنا بنقول دلوقتي احنا بنعمل النورمال عشان اصحى اكس راي ليه؟ فاهمين ازاي؟ احنا بنعمل بليت اكس راي ليه؟ عشان نشوف اذا كان في الكورتكس فيه حاجه، المضله فيها حاجه، اللونج بونز اذا كان في فراكشر، الريفاكشن بتاع البون اذا كان في سكليروز او اذا كان في لايسز للبون. طيب الام ار اي احنا بنعمله ليه؟ ام ار اي بنعمله ايه؟ اول حاجه لو في ميتاستاسيس زي الحالة اللي احنا شفناها بايه؟ كده. أو إذا كان في أوستيومايلايتس، ولو إن هي بتبان برضه في الايه؟ في البلين إكس راي. فاهمين ازاي؟ بس على فكرة أحيانا بتبقى عايز تعرف الدقة، الأوستيومايلايتس ده أكيوت ولا هيل
ولا اكتف، فبرضه ممكن في الام ار اي يديك فكره ايه عنها. برضه بيقول لك اذا كان الليجن ده سوليتاي زي ما حضرتك بتقول، او اذا كان ايه مالتيبل، فاهمين ازاي، او مالتي فوكال. يقول لنا اذا كان في تروما، ولو ان البلايت اكس راي احسن في التروما، اذا كان في اوستيومالايتس في الاول، اذا كان في ساركوما او مالجنسي، لو لقينا واحده والتغير دايما المالجنسي يا جماعه بيبقى التغير فيه سريع. يعني لما يجي لي عيان يقول لي على حاجه انا عندي بقى لها 5 6 سنين، تعرف ان دي تقريبا حاجه بنايت، فاهمين ازاي؟ لكن العيان اللي يجي التغير السريع ده بيبقى فيه ايه؟ مش مالجنا فيه. determination in equivocal cases، الحاجات اللي انت ايه؟ ما انتش عارف تحدد فيها، عملت فين؟ عملت سي تي؟ مش عارف تحدد فيها ايه بالظبط، فممكن تعمل ايه؟ السكان. برضه دي اللي احنا الافورمات دي بتاعت السي تي ده، احنا بنعمل السي تي ليه؟ فاهمين ازاي؟ نعمل سي تي ديمونستريشن اوف ابنورماليتيز ان ذا سباين. سي تي من الحاجات اللي كانت بتتعمل الام ار اي غطى عليها شويه، لكن احنا بنعرفها، خدوا بالكم يعني الديسك بنعرفه ايه؟ بالسي تي. اي حاجه في البلفس في الهيب جوينت سي تي بيجيبها كويس. وساعات بنستخدمه كجاي في البون بايوبسي، فاهمين يا جماعه؟ ده بتاع الام ار اي. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعمل فيها الام ار اي؟ برضه ما هو البون عموما احنا بنعمل كل الاشعاعات بتاعتنا علشان اذا كان متاسس، اذا كان في اوستيوبلاستس، اذا كان في اوستيوماليشيا، اذا كان في سيليوزس، اذا كان في لايسس، ايا كان ممكن نستخدم ايه في الموضوع ده، وممكن معاه نشوف السوفت تيشو كمان مع البون. زي كده واحد من الفرتبرا فيها ايه؟ ملك تنسيق. ده ام ار اي. انا لسه بقول لكم ممكن نعرف حاجه في السوفت تيشو. شايفين الماس ديت اللي هي عليها الارض الاسهم داير داير، الماس داير. خدوا بالكم ان هي هوموجينس، يعني الشكل بتاعها واحد، فاهمين يا جماعه؟ دي كله ده الشكل بتاع الساركوما. تحت فيها ماس ثانيه اهي نفس الكلام، بس خدوا بالكم فيها ايه؟ يعني الريفليكشن بتاع الايه؟ الاشعه هنا مختلف عن هنا. دي هيماتوما، دي هيماتوما، وطبعا لو في اي حاجه في البول تبان، يبقى دي بيقولوا عليها ايه، ساركوما ولا كارسينوما، اما ده بيقولوا عليها هيماتوما. ده في هنا باثولوجي اهو. على فكره يا جماعه انا ممكن نجيب الصوره بتاعتها وانت تعلق عليها، يعني تكتب عليها كلمتين، فاهمين يا جماعه؟ صح؟ ماشي التقريب. الصوره بتاعتها يا رب.
يعني لو صورة زي دي انت تتكلم عليها تقول ايه؟ مش كل الناس تقدر تتكلم عليها لان مش كل الناس عندها رنين. دي مشكلة برضه. في ناس ما شافتش جهاز الرنين اصلا. يعني في ناس ما شافتش جهاز الرنين ولا فيلم الرنين. اتفرجت في حضرتك في محاضرتك كنت بتنزل لنا الصور وحضرتك كاتب عليها فيلمين. البريوستيوم ده اللي احنا قلنا اللي هو بيكفر الكورتكس اللي احنا قلنا عليه بريوستيوم. البريوستيوم ده لما يبقى فيه رياكشن بيبقى سببه ايه؟ اذا كان فيه اوستيومايلايتس. اوستيومايلايتس ده ايه؟ التهاب في العظمايه بيحصل في الناس اللي عندها القمه ضعيفه جنب فراغ جنب العظمايه فالعظمايه ايه؟ تلتهب فالبريوستيوم بتاعه ايه؟ يدخن شويه يبقى سكند. أو لو في مالجنسي في العظمايه فالبيري اوستيوم ايه؟ بيعلى في المالجنس. أو لو في لايسيس أو في ايوين ساركوما ده نوع من التيومر يعني سيبنا منه ايوين اللي هي ايه؟ اللي هو ايه؟ البصل ايوين البصل هو بيجي في الأطفال أكتر اللي بيكسر في الأطفال. كلها مقلوبة. انفرتد الصورة مقلوبة. مقلوبة دكتور. الصورة مقلوبة. عندنا مشكلة أو غيرها. يعني أنت مثلا لو في أشعة زي دي. فاهمين يا جماعة؟ وأنت هتتكلم عنها. أولا المفروض تعرف إن هي دي تيبيا وفيبريا. ممكن تعرف من خلال الاشعه دي الرجل الشمال ولا اليمين ولا ايه؟ ممكن تقول ان اخر الفيبولا في سوالف فاهمين ازاي؟ ولا ايه؟ ما هو ده اللي احنا ايه عايزين نقول الايه؟ النورمال وابنورمال. ممكن تقول مالجنت سوالف مثلا ده الاشعه دي مهم ادي البري اوستيوم تخين شويه فاهمين ازاي؟ وادي ده طفل لان اهو الابيبسز اهو والميتابس فاهمين يا جماعه؟ ده طفل هنا هتقول الكورتكس ماله سكند هنا والبيضله ما هياش ديور احنا مش مرضين اكتر من انك ايه تتكلم عن الفكره حتى لو ما قلناش ايه اللي موجود فيه او لو قلت موستلي ممكن يكون فيها مالجنسي مثلا فيلم زي ده فاهمين ازاي؟ ده يعني المفروض لو انا هتكلم عليه هقول ان ده هيب جوينت ده سيرفس وده هيب جوينت في سكليروزس موجود فاهمين ازاي؟ يعني في سكتر كالسيوم او ايه كالسيفيك اريا موجوده في ايه في الموضوع في البلبس فاهمين ازاي خلاص يا جماعه ده سي تي والام ار اي ادي السي تي يا جماعه وادي السكاتر ايه اريا اوف كالسيفيكيشن وادي الايه التيومر اهو فاهمين ازاي ادي التيومر اهو تحت وزائد الضدر والريكتم ده الايه؟ الريكتم ده الايه؟ الضدر لو لقيت كده اهو الصوره دي ما تتكلمش عنها ما تتكلمش ان دي مثلا ام ار اي ان ده في سويلنج اهو وزائد ايه؟ ودي في منطقه البلفس فاهمين يا جماعه؟ اكس راي وسي ام انا قصدي الكلام على الفكر ممكن ما تقوليش التشخيص او حتى لو التشخيص ما هواش مظبوط لكن انت علقت على الفيلم كويس احنا ممكن الكلام ده يبقى في العمل يعني فاهمين يا جماعه ادي انكل جوينت او انكل جوينت فاهمين ازاي؟
رايت ولا ليفت؟ في فيستا اهي. ليفت هنا كاتبين شايل سيل تيومر مش عايزين ايه؟ نقول لكن احنا ممكن نقول في تيومر موجود في اللور اند اوف ذا ايه؟ تيبيا. دي السر تيبيا. يا جماعه ممكن طبعا ممكن طبعا يعني انا مش مهم عندي ان واحد يشخص لكن يكتب عنها كويس. كاتبين ليتك ليجن ليتك يعني المنطقه دي العظم فيها قل فاهمين ازاي؟ المفروض شايفه الكورتكس هنا بقى ايه؟ قول لود نستي مثلا. لود نستي صح؟ ما هوش مش هيطلع. برافو عليك برافو عليك. عشان انا مش عايز على اساس ان ايه ده الكلام ده ده انا مجرد خدوا بالكم ان هو ايه في اكسبانشن في تمدد في الايه في العظمايه المفروض تعرف ان ده هيومرس تمام ازاي؟ صح صح ولازم برضه الفيلم ده تقول انه بتاع شايل 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 والمفروض ده ايه؟ زي ما اتفقنا احنا بنعيد مع بعض ده الشاف ده فيما ده الكورتكس ودي ايه؟ المضلة والبي اوتيم اللي هو الحته ديت ده يقول لك فون سيت لكن مجرد التعليق ان هو ده بتاع تشايلد البي اوتيم الابيبسس والميتابسس والكورتكس اتعلق عليهم فانت الليفت هيومرس كمان انت ايه فاهم ايه اللي يتكتب في الايه؟ نفس الكلام ان الواحد يقول العظمية دي ايه وادي الكورتكس دي اوستيوما اوستيوما ايه؟ ديبوزيشن اوف بون او كالسيوم في منطقه عامله اهو في المنطقه دي اسمها الاستابلم مش مهم نقول الاستابلم في البيزنس بتاع البون في كوندنسيشن اوف كالسيوم وعاملين او ديبوزيشن اوف كالسيوم وعاملين ويل ديفاين اريا اوف كالسيفيكيشن تقولوا عليها اوستيوما دي حاجه حميده يا جماعه دي ده دي اسمها كونسوليديشن لا كالسيفيكيشن كونسوليديشن تكسيف انما الثانيه كونسوليديشن لا دي كونسوليديشن لا مراكز في عيان عامل كذا حاله من اوستيو مايلايتس فاهمين يا جماعه ده اوستيو مايلايتس بنانا كلها بون مارو بنانا كلها الاوستيو مايلايتس لو عيان اتخبط او حصل اي مشكله في البون او اوستيو لو عملت له اشعه في اول الموضوع هتلاقيه نورمال او هتلاقي ما فيهوش ايه ابنورمالتي قوي زي اول واحد فاهمين يا جماعه بعد اسبوعين ثلاثه يبدا يجي الايه التغير اللي موجود في الايه في المنطقه اللي فيها المشكله اللي هو الايه الاوستيومالايز ده بيجي بعد الفراكشر وبعد الهيماتوما او بعد اللي هو يقولوا عليها كومباوند فراكشر عارفين كومباوند فراكشر اللي هو ايه كسر ومعاه الارض البلدي وكسر مضاعف ادي اوستومايلايتس
التعليق عن الفيلم، خدوا بالكم ده طفل يا جماعه، انا قاعدين نستكشف فاهمين يا جماعه. وده تيبيا وفيبيولا، وافقين على تيبيا وفيبيولا مش كده؟ طب ودي؟ هيومرس. كلاسيكال جاينا. ده هيومرس في الهواء في الفوق. ده عمل جزء في الايه؟ اللي في النص ده اسمه سيكويستراوم. يعني انفصل الجزء اللي فيه التهاب انفصل عن الايه؟ العضلات. جراحيا لما يجي الدكتور يجي له عيان بالحاله دي عنده اوستومايلايتس ويلعب فيه الاوستومايلايتس يقولوا عليه الكانسر اوف ذا بون، زي السرطان في الايه؟ ما بيخفش. فاهمين ازاي؟ ما بيخفش ليه؟ لان بيتلعب فيه قبل الاوان، لما يجي هنا يتلعب فيه الانفلاميشن ما بيضعش ويفضل موجود ايه؟ الاوستومايلايتس. لكن لما يحصل خلاص تبقى ايه؟ كرونيك ويعمل السيكويسترا، الدكتور احيانا بيكحد الايه؟ الكورتكس ده جامد، يتكحد جامد، وساعات نحط فيه ايه؟ مضاد حيوي على طول، اكيد مش شغال حاجات دي برضه اوستيومايلايتس. الالتريشن طبعا في الكورتكس والمضله باين. أكيد أوستيومايلايتس. التعليق عن الفيلم نفسه هو ده اللي إيه؟ أدي أوستيومايلايتس تاني في نهاية الإيه؟ عظماية بي تشايلد. برضه هنا إيه؟ ده تشايلد. ده جزء انفكشن مش مهم قوي نتكلم فيه. ده ميتاسس اللي فات ده أهو، برضه ده ميتاسس، ده بيلفس. فاهمين ازاي؟ وده الهيب جوينت يمين او شمال، وده سكاتر كالسيفيكيشن وسكاتر ميتاستاسيس على في عظمية الايه؟ البنس. التعددية في البون سكان خدوا بالكم في سبوتس سبوت اهي، هنا واحدة هنا واحدة، ده مش مكان هنا واحدة، ده قلت طبعا بيشن في السباينال سبوت، ادي هنا واحدة وهنا واحدة. شايفين يا جماعة سكتر يومرس بتنسس اوف ايه؟ والاوربت كمان في الاوربت كان مهمين ازاي؟ صعب ان احنا نقول ان ده البيشن ده ما هوش شايف، ده اولد بيشنت او راجل كبير، وان ده بون سكان وفي سكاتر اريا اوف ميتاستاسيس موجوده اول اوفر ذا بودي موستلي في الحته الفلانيه في السباين وموجوده في، مش فاهمين يا جماعه؟ ممكن اكتب عليه اللي انا عايزه. ايوه اكتبها بس زود نيوكلر بس. اي كان ممكن لازم يبقى في دماغك اللي بيقفل حاجه في عنده نقط، يعني هتعلق على الكورتكس، هتعلق على المضله، هتعلق على المعيل، ولا هتعلق على يمين ولا شمال، فاهمين ازاي؟ هتعلق على البلفس او المكان اللي انت عامل فيه برضه شمال ولا يمين، كلام من ده. التعليق نفسه ده عليه ايه؟ يعني ده مهم. بعد كده وصلنا للتشخيص او قلت ان ده متاسس او لا، ده حاجه ايه؟ ثانيه، ده حاجه ثانيه. عندي انا يعني زي بالظبط واحد بيحل مساله والنتيجه عنده طلعت غلط، مش مهم. ما احناش ده متاسس في ايه؟ هنا الكارسينوما اوف بروستيت مش مهم عندنا، يعني ما يهمناش، لكن واخده كذا ايه؟ بودي اوف فيرتيفري. فاهمين يا جماعه؟ وواضح ان ايه؟ الانتر فيرتيفرال ديسك
ضايعة في الحتة دي. مفيش مش موجود. كورد داخل على الكورد. ده المعصاي في سكان. واخد سيفرال فيرتيبرال بودس. طبعا ايه هو واخد كذا ايه هو في حته جامد والفيرتيبرا من فوق وتحت عندهم نفس الايه انتشر فيهم. وده بيتسس برضه. ادي يا جماعه برضه بيتسس ده سي تي وده دي ويدج. انا رايي يعني انا يعني في رايي انا ان يعني لو واحد قال ما ينفعش تقول عليه ان ده ديك اكس راي يعني ممكن تغلط انك تقول ام ار اي ولا سي تي لكن انك تقول ان ده ديك ما ينفعش. فاهمين ازاي؟ ده سهل التعليق عليه ولا لا؟ ده سهل جدا. فاهمين ازاي؟ انت عندك هنا ايه؟ ده انت ده انا اقول لك كمان ادي ايه ده السكرة مش كده؟ ودي ايه؟ الفيكس لمبر فيرتبري مش كده؟ فيرتبرا دي الاربعة دي ايه؟ دي الثلاثة دي اثنين دي واحد ده يبقى ده واخد فيرتبري واللي بعدها نفس الكلام وعامل انجليشن. فاهمين يا جماعة؟ ده مثال اساسي في البودي اوف ذا 11 و 10 او للثلاثه. انا مش عارف ايه المكتوب لكن مجرد هو قال لك اهو متس ان ذا توراسيك اند لامبر سباين. انا شايف ان اخر واحده في اول واحده في اللامبر يعني الافكت فيها مش قوي. قلنا او ما قلناش لكن احنا عارفين ان ده هتقول ان ده ام ار سي تي وان ده فيه مالجنت او ميتاستاسيس اوف البودز وما ينفعش تقول عليه بين اكس راي وواخد ان فيرتيبرا. ما هو باين باين ان احنا ايه وباين ايه حالات في حالات المهتمه ده لسه على فترات كبيره يكون ورا تحت بيبان بنفس الطريقه صح فبيتعمل لها سيتي ريكونستراكشن وبعد كده بيتعمل لها كومنت بونس كامل. شايف اللي انت بتقوله صح الكلام صح لو انت كتبته انا اعرف ان انت شغال في الحته دي كويس. فاهم ازاي؟ لكن مني انك تقول ده ايه في مالجنت في قبل كلمه مالجنت يعني في ناس بتبقى صعب شويه كده على طول من الاول بتتفرج على دي اخر حاجه بعد كده يفضل معايا يعني في النهارده اسمه دراسه وبعد كده ما بعرفش مثلا بايوبسي باثولوجي بتاع حد غيره يكتب ان دي فعلا مالتي عشان الستيج بعديها اللي تاخدها انا عاوز اول حاجه لو انا شفت الشكل ده الشكل ده وانا بكتب الريبورت ما قلتش في الريبورت ان موستلي مالجنت وي نيد اكسترا انفستيجيشنز او بايوبسي او بتاع لازم لكن لازم اكتب ان فيها انا اشك مطلقا السبايد اللي موجوده دي يعني ممكن يعني الميشن ده يبقى بوست تروماتيك اولد قديم لا 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 عشان عندك تحت شيء برضه تحت فيه اولد ده انت ما انت معدي اهو انت معدي اهو لا بقول لك عليها تقعد كام؟ لا تقعد لحظة انا اللي بفكر المطلوب في اوسيا في اوسيا ده زي ما اتفقنا اللي هو الكورتكس الكورتكس لما نلاقي مطلوب يبقى عندنا ايه؟ مطلوب فراكشرز او مطلوب مالجنسي يزود الموضوع يعني الموضوع لما تيجي اوسيا يبقى ال الرياكشن في مالتيبل يبقى عنده ايه؟ مالتيبل باثولوجي. فاهمين يا جماعه؟ وايد سبريد
يكون انفكشن او سيفلس بيجي في المشكله دي قوي. انا ماليش ناوي اجيب حاجه ايه صعبه يعني في كورسز اوف اوستيوبوز. يعني ايه اوستيوبوز يا جماعه؟ هشاشه. لا لا هشاشه كويس. احيانا ايديوباثيك. ايديوباثيك يعني ايه؟ ايديوباثيك يعني غير معروف. ايديوباثيك اهو بوست مينيموزال يعني بعد انقطاع الضوء. والبوست مينيموزال بيحصل لهم ليه؟ ايديوباثيك. تقدرش تحدد وتقول ايه بالظبط لكن يتقال عليها تحت. او جوفينايل. جوفينايل اللي هو ايه؟ في الاطفال الصغيرين ساعات يجي ايه؟ اوستيوبوزس او يخف العظام. في كمان الناس اللي بياخدوا كورتيزون كتير اللي عندهم حساسيه على الصدر اللي عندهم اي حاجه بياخدوا ليه كورتيزون بصفه دايما بيبقى عندهم هشاشه ايه؟ عظام. سينايت اللي هو السن الكبير العواجيز الناس الكبار موسكي بس عندهم ايه؟ هشاشه. لذلك ممكن ايه؟ ادي شكل الهشاشه اهو ده السينايت. شايفين يا جماعه الايه؟ اللايسس البون خف لونه خف. العظم والكالسيوم موجود بس في حروف الايه؟ البون. ما نقدرش نكتب هذا الكلام. ما هو احنا بنوصف الفيلم فاهمين ازاي؟ الكارتيلاج النصاب بقى واسع فاهمين ازاي؟ الاريا ما بين العظم وبعضه كبرت شويه علشان البون قل. اهو في اهو في ديكريز بون دنسيتي بط زائدش اوف ذا فيرتيبرال بودز ار ويل ديمونستريتد. يعني ممكن تتحدد بسهوله. بصوا ده يا جماعه مثلا دي يتقال عليها ايه؟ اوستيوبوزس ماشي. اوستيومايلايتس مش كده؟ تمشي ده بالتاكل اهي. اوستيومايلايتس ممكن برضه. اهو ده ديو تو اوستيومايلايتس. اوستيوبوروزس اوستيوبوروز نتيجه ايه؟ اوستيومايلايتس اهو اوف ذا رايت كالتين. اي واحده فيهم هتمشي. ريكتس اند اوستيو ماليشيا. اوستيو ماليشيا يعني ايه؟ والاوستيو ماليشيا برضه ضعف في العظام في السن الكبير. يعني ريكتس في الاطفال ولا في الكبار؟ في السن الكبير اسمه اوستيو ماليشيا لكن في الاطفال بيبقى ايه؟ ريكتس. وفي اوستيوبينيا. ايه اسباب الريكتس؟ كوزز اوف ريكتس الباوليت اللي هو الرجل المقوسه وكده بيبقى ايه؟ نتيجه اول حاجه ديكريز البرودكشن اوف اندوجينس فيتامين دي. فدي تكوين فيتامين دي داخلي يعني الفيتامين دي في الدم قليل لان الفيتامين دي هو اللي بيعمل ديبوزيشن اوف كالسيوم ان بون. لازم علشان يترسب الكالسيوم بالايه؟ بالفيتامين دي. فلو مفيش فيتامين دي فهيبقى ايه؟ العظم خفيف. في الكبير اوستيوماليشيا في الصغير. طب الفيتامين دي يقل ازاي؟ يا اما دايتري يعني يا اما ايه؟ الواحد ما بياخدش كالسيوم قصدي فيتامين دي كويس. فاهمين ازاي؟ فيتامين دي موجود فين؟ الشمس. اي حاجه فيها فش هتلاقي فيها فيتامين دي. لكن بيتفعل هو الشمس بتعمل ايه؟ الفيتامين دي على السكن بيبقى انر خامل لكن لما يتعرض للشمس
بيتحول لاكتف فورم، هو ده اللي بي ايه بيرسم الايه العظم. امبيرد مش تكريت كده من الكونسيبت تشايلد، انما الادب ده طبعا مش حاجه مش هيأثر معاك كتير او مش هيفرق معاك. الاوستو ماليشيا احنا قلنا فيتامين دي اوستو ماليشيا اللي هو ضعف او لين العظام في السن الكبير. اديله فيتامين كده، اديله كالسيوم على طول، اديله كالسيوم على طول مش مشكله. اديله فيتامين بدل ما تجيب شهاده لانه كده مش هيبقى مع مش هيبقى في التكوين. يا جماعه احنا بنناقش ولا بنعمل درس؟ أو لو في امبيرد في الابزوربشن، يعني في يعني الامتصاص بتاع الكالسيوم والفيتامين دي، بقى في مشكله زي ما مال ابزوربشن اللي هو ايه مشكله في الايه في الامتصاص. احيانا هنا الديزيز تعمل ايه ريكتس لو الطفل ليه الفيتامين دي ينزل مع الهون ويفقد الانسان بسهوله فما يبقاش ايه موجود. في فيتامين دي ريزيستنت ريكتس مش مهم، كون كرينال فيلير مش كده مش مهم، يعني كل ما اي حاجه خاصه بالرينا تاثر على الفيتامين دي. لو ما كان فيها فن طب ما انا لا لا كويس. لا ما حاجة لما يجي حاجة زي كده انت قللت ايه طويلة، المفروض من غير ما انا اوريك الاشعه ونتكلم فيها تبقى عارف على الاقل حاجتين صح ولا انا غلطان؟ مش هجيب اكتر. نيجي ما هو برضه الحاجتين دول ما تعرفهمش. ده برضه ايه؟ ده الريكتس يا جماعه، خدوا بالكم الريكتس شكله ايه؟ ده طفل ما حدش يقدر يقول فيه ايه حاجه. خدوا بالكم الاتساع ما بين العظمايه والثانيه بعيد بعده عن بعض، حتى الديفيسيت والكارتيلاجينس بار اللي بيبقى عنده ديبوزيشن اوف كالسيوم برضه واسع. فاهمين يا جماعه؟ مكتوب عليها ايه؟ دايتري ريكتس شوينج وايدنينج and irregular mineralization of the metaphysis. الميتافيسيس ما فيهوش فيه كالسيوم كتير. انا يهمني التعليق على الحاجه ده، احنا كنا بنتكلم في الايه؟ في الصغير ده في الكبير، اوستو ماليشيا في الايه؟ لو مش عاجباك بصوا ماليشيا مش مشكله. هايبر باراثايروديزم يعني صعبه شويه. ده الكلام لو انا بتكلم في كان في فيلم تاني على سايد فيو للايه؟ للبلدس. ده منظر امامي خلفي باين فيه سكتر كالسيفيك اريا، اهي موجود في كالسيفيكيشن او انكريز في البول دنسيتي نتيجه للايه؟ للكارسينوما او الميلانوما. في شايفين البون شكله ايه؟ انكريز في البون دنسيتي واخد كله، ما يتقالش عليه ان ده مالجنسي ولا حاجه، لكن حاجه اسمها اوستيوبيتوزس مش مشكله. خد بالكم انا لو دي انا اعلق عليها مش مهم عندي انك تقول التشخيص، لكن ان اول البون في ايه انكريز في الدنسيتي بتاع ايه البيرفكت. وما تنساش ان في هنا
فاهمين يا جماعه الحته دي؟ يعني كان في اولد فراشر ايه ده البادجت، ده البادجت يا جماعه عشان فاكرين كنا بنقول البادجت بيبقى فيه التريشن او تغير في كل حاجه في الكورتكس اهو سكند كورتكس والمدله اختلفت فاهمين ازاي؟ البيري اوستيام اتغير، الكيرفيتشر بتاع البون بقى متغير وممكن يجي فيه ايه؟ فراكشر ومفروض تقول لي ان دي تبيا. باجت الباجت ديزيز ده مرض لما بيجي في العظم بيعمل تغير في شكل العظمايه وتغير في الكورتكس والمظله بتاع العظمايه بهذا الشكل. هو بس مشهور على فكره، مشهور في الاولد ايج. ده شوطه وتحس ان ايه المنطقه شكله ايه كارسينوما او ساركوما اي كان، بس البون هيزي لكن في سكاتر سبوتس اوف كالسيفيك ارياز موستلي مالجنت. مش عارف على ما احنا رجعنا تاني كده في يوم يا عم ده الاول خالص جاب لك مش هو لازم محاضرات عليها المنطقة دي لازم تبقى
فرانجيلا ده ميتا كاربا فرانجيلا ميتا كاربا دي ميتا كاربا فالميتا كاربا فرانجيلا جوينتس او واجد كل ميتا كاربا فرانجيلا دي جوينتس ده يتكتب فيها صح خدوا بالكم ما فيش جوينت سبيس مش موجود ومع كده في سكليوز في بوزيشن لعضل بزياده في الحته دي خلى الحته دي زي الاسمنت كده مع بعضها في بس ده علشان ترصوا على Thank you.
ده دايبيتيك فود يا جماعه بيروجن في البول. لكن لازم تعرف ان دي ليك شمال ولا يمين فيها ايه في ايروجن للبول والتشويس الميتا فالانجيا جوينت والانتا فالانجيا جوينت ضايعه. ده النورمال ني جوينت مين جو فاكر لو دي واحده واي فيها خلاص احنا كده رجعنا نرجع تاني احنا رجعنا خلاص نرجع تاني يوش هتلاقي ابتدى يجي تاني كده تركز في ايه؟ انا حابب خلاص يا جماعه ده هم حاجه بسيطه مش ننزل شويه دي بالخطاب دي الشكل الطبيعي للفرتبره المفروض يا جماعه اي فرتبره ليها سبعه بروسيسز سبع نتوءات فاهمين ازاي؟ اول حاجه السباينال اللي هو رقم اثنين هنا ده سباينال بروسيس وفي رقم اربعه اثنين على جنب ترانسفيرسال بروسيسز في اثنين فوق واثنين تحت لل articulation articulation هو التمصل ما بين الفقره اللي تحت ففي سبعه بروسيسز موجودين بكل مرتفع دي الشكل الطبيعي طيب الفرتبرال بودي تبقى كولابسد امتى؟ لو في نيوكلاس لو في مالجنسي او لو في تروما او في استفروزز زي ما اتفقنا ان هو ايه الهشاشه في العظم انفكشن انفكشن او ايزوفيليا لا مش مهم عندي ادي ده سايد فيو والانتر ستيريو فيو دي ستريت لمبر طيب لما نلاقي في فرتبرا لونها او الكالسيوم فيها غير كتير شويه او بيبقى نتيجه ايه؟ يا لينفوما يا ميتاسيس او باجيت لو فيها باجيت او هيمانجيوما او هيلين فاكشن كسر الدنس فرتبرا اهي يا جماعه يعني انا يهمني التعليق بتاعك هتكتب ايه عنها ده السباينال كورد الجوي اتزاح شمال او يمين فعمل ايه؟ انجري السباينال كورد ليه؟ لان ده صافي يبقى ده الاتجاه دي نورمال بوزيشن يا جماعه دي انا جبت حاجه على السبايد يعني بون عليه انجنر وشويه في الجوينت وشويه في السبايد او السكيلتال تروما طبعا المفروض كله بيبقى شغال في السكيلتال تروما ده التايب اوف فراكشر ومنيوتن ترانسفيرس او اوبليك او سبايرال امباكتد الانفانت في الرضيع ست يعني ايه عصايه مثلا في الايس بيت يقول لك سيرتي عشان يعني بيبقى جرين يعني خطر العظم بقى عصايه صغير زي الضغط
لو جيت تصوت هيتني معاك ومش ايه هيتكسر زي كده. كراش يعني اتفرم او حاجه دست عليه يحصل لما اي عربيه تعدي على حي. Evolution. ده فراكشر يا جماعه من قدام مش باين الفيول قدامي مش باين الانجوليشن اللي موجود لكن الانجوليشن كانت عايز يتظبط قبل ما يجبس. وده شو؟ فراكشر يعني ده تقول عليها ايه؟ كوميونيوتد شايد ولا بير؟ شايد شايدين يا جماعة سهل جدا ممكن جدا ده انا ممكن اكتب صفحة على الصورة دي. يعني انا لو انا عندي عايز اكتب كلام فانا ممكن اعلق على الكورتكس سليم والمظلة سليمة وده الابيفيسس موجود فده شايد فاهمين ازاي؟ القلبو اللي تحت فاهمين يا جماعة بتتكلم على الانجوليشن الجامد وان ده فراكشر اوف بوس بونز التيبيا والفيبيا. فراكشر استنى ده فراكشر سباين وده بتاع كورت سكان لو قلنا ام ار اي لا 3 دايمنشن سي تي طيب في رانتولوجي ايه الساينس اوف فراكشر؟ اللاين لما ابص في الاشعه المفروض الكورتكس واخد لاين لو لقينا اتغير اللاين ده يبقى فيه الفاتش بتاع الكورتكس سوفت تيشو سويلنج والجوين يوجوالي لو في اي ورم ممكن نتوقع فراكشر او حاجه. ريديوس فراكشر هيد اوف ريديوس ادي عندنا ريدس وارنب فاهمين ازاي ده انتو جوينت في فيشر فراكشر اوف ذا هيد اوف ريدس. فراكشر او فيشر فراكشر موجود في اللور انت ذا ايد اللور انت ايوه وده طبعا شايف ده كولس كولس فراكشر ده كولس فراكشر هو طبعا هنا مش باين ده كولس او ده كولس عشان العضلتين من تحت عند الايه الريست جوينت مكسورين لكن الحقيقه الاشعه الجانبيه بتجيب ايه زي ايه كوب سكوت زي المعلقه فكان هي يا جماعه المعلقه الشغليه اللي بتبقى ايه جريتس جريتس فراكشر لا انواع الفراكشر اللي موجوده فراكشر اوف الاشهر كسر ممكن يجي للواحد اللي هو ايه كلافيكل ذا كونفست اهو ذا كونفست فراكشر يوجوالي كير ذا ابر هاف اوف كلافيكل ده فراكشر نيك بيومرز وطبعا المفروض تبقى عارف ان دي الناحيه الشمال
علق على الهيبس ثم الهيبس علق على الكلاب الكامل فاهمين يا جماعه علق على الكلاب كتير قوي في الشعب علق على الكورتكس والمظله بتاعت الهيومرس لكن من فوق السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس فيها فراكشر وفي نفس الوقت في فيشر هنا ديسلوكيشن يا جماعه دايما ديسلوكيشن ليه ديسلوكيشن في الشوطه لان شالوا جوينت الجوينت ضخم فسهل يجي فيه ديسلوكيشن ودايما الديسلوكيشن بيبقى انتيريور ديسلوكيشن وانا قلت لكم نصلحه ازاي والعيال نايم على الارض حط رجلنا في واحد ايديه هي لوحدها بتجري لكن بيبقى متعود يجي له تاني دايما بيجي له مرض ليه؟ نتيجه التكسير بتاع الايه؟ اللي هي موجوده على ده ديسلوكيشن في ايه؟ الجوينتس انا شويه حاجات على الفراكشر والديسلوكيشن ده الكوليس او كوكسو عامل زي المعلقه تعالوا بصوا على الصوره ديت اعتبروا ان دي الايد بتاعت المعلقه وادي الايه؟ المعلقه ده فراكشر اهو او دي فراكشر دي الاصبع الثاني ادي شايفين يا جماعه الميديال واللاتر ماليولوس ده الميديال واللاتر ماليولوس ماليولوس ده اخر يكون في التيبيا بتعمل دي بتعمل ميديال ماليولوس ودي اللاتر ماليولوس اهو فراكشر اوف لاتر اند ميديال ماليولاي وذ لاتر شيفت اوف ذا تيلس تيلس اللي هي ايه العظمايه اللي ده الباجت شايفين العظمايه اتغيرت ازاي؟ ادي الكورتكس والباجت ساعات او موستلي مع الوقت يجي فيه فراكشر فده فراكشر على باجت ديزيز. اظن احنا جبنا اشكال وانواع طبعا ده مين؟ وده تايب اوف رجعنا تاني اعتقد ان هو مفروش كتير في الايه؟ البون مش هبعد انا عن الحاجات المشهوره في الحاجات دي. ممكن تاخد حاجه ممكن النهارده جاي امتى يا جماعه؟ انا متشكل صراحه المحاضره الجايه لحضرتك انت مهم يا جماعه احنا ناقصنا نتكلم شويه كده في التحكم في العدوى. ايوه انفكشن كنترول. انفكشن كنترول وبكره باذن الله اسيب لك الذاكره دي ايمن نعملها ولو بتاع الانفكشن كنترول موجوده مع حضرتك الحاجات اللي في ايه؟ علاء خليها عندك الحاجات اللي مش مهمه شد. امال احنا ناخدها الاول نعملها ونتكلم يعني ممكن بكره عايزين نتكلم فيها مش لازم نستنى اليوم الاربعاء مش لازم نستنى السبت حد بس نعمل لنا ايه ده؟ السبت حد ايه؟ السبت حد ايه؟ عندنا زفت عندنا شغل احنا مش كده؟ استاذ علاء هياخد التحكم في قصدي السيطره في العدوى الحاجات اللي تهمني انا هعلم برضه على مذكره زي كده وهنعلم على الحاجات المهمه ونعمل لها شيفت بالانجلش ونتكلم فيها لو اي حد إيه عنده حاجه او الموضوع كله ايه؟ عايز حد يعلم عنه. ما احنا خدنا واحده خلاص. اثنين النهارده. ده البسوش دي حاجه ثانيه. في اثنين تانيين لسه.